هل فعلا كما حذر خبراء القانون منه في حال عقدت الجلسة يوم 26 من الشهر الجاري لتمرير مرشح رئيس الجمهورية ولم يمرر هذا المرشح وتم تأجيل الجلسة إلى 6 نيسان المقبل، هل فعلا يجب أن يحل البرلمان وتتم الدعوة لانتخابات جديدة؟ شكرا جزيلا، تحية لكم وللضيف الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. طبعا هذا احتمال مرجح، وهذا يعتمد على موقف وتفسير المحكمة الاتحادية. حتى الآن لا توجد يعني في الأفق يعني أي بادرة حل أو تسوية ما ترضي كل هذه الأطراف المتخاصمة. لا يزال العناد السياسي هو سيد الموقف. هذه القوى السياسية تبدو وكأنها منفصلة عن الواقع، منفصلة عما يجري في الإقليم، عما يجري في العالم. الآن هنالك مخاض لتشكل نظام عالمي جديد لا مكان فيه للدول الضعيفة، لا مكان فيه للدول الهشة، ونحن دولة هشة، نظام سياسي، نظام ضعيف، نظام حقيقة متصادم، هو بذاته تركيبته نظام متصادم بين مكوناته بين فئاته، وهذا اللي ما نلاحظه يجري اليوم وسوف يستمر على هذا الحال. حتى لو عقدت الجلسة سوف لن تضع حلول حقيقة، حلول حقيقية، ربما تتم منه بعض الحلول الترقيعية، تسويات ما، وسيمضي البلد أيضا في نفس يعني سياقات المحاصصة، وربما إذا تشكلت حكومة سوف تتشكل بطيف واسع وبعدد كبير من الوزارات مع إضافة نواب للرئيس الجمهورية، نواب للرئيس الوزراء، وهكذا العملية هي عملية يعني تقاسم المغانم. بالتالي لا توجد استفادة من التاريخ. دائما في حالات التخلف السياسي أو في المجتمعات السياسية المتخلفة دائما التاريخ يعيد نفسه، وإحنا جاي نلاحظ للأسف هذه تتكرر عندنا. لا أعرف ما هو المخرج من هذا المأزق. أنا أعتقد أنه الظروف الحالية يعني لا تسمح بمزيد من إهدار الوقت وإهدار ثروات البلد. على النواب البرلمان، على القوى السياسية، حتى على المحكمة الاتحادية، الخيرين في هذا البلد المخلصين عليهم أنه أن يمضوا سريعا، أما بتشكيل حكومة بأسرع وقت أو أنه أن يلجأوا إلى خيارات دستورية أو قانونية منح الحكومة الحالية وضع يعني مريح حتى تستمر تكمل مشوارها حتى تقر الموازنة، لأنه المواطن لا يتحمل الموازنة الآن معطلة أمور كثيرة في البلد، ولا يمكن أن نبقى طويلا في حكومة تصريف أعمال. أما أن يستقروا على هذه الحكومة يستمر الوضع وتواجه الخلافات أو يتم الاتفاق على انتخابات يعني مبكرة، لكن ليس بمعنى مبكرة كالتي جرت، على وقت آخر، أو يتوافقوا لتسوية، أو يجلسوا على طاولة حوار ويقرروا أنه آلية مناسبة لحل هذه الأزمة المتفاقمة والتي بدأت تؤثر حقيقة على الوضع الحياتي اليومي، فضلا عن أنه ترسل رسالة خاطئة للمحيطين الإقليمي والدولي.